بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فرضينا بعطاء الله حيث أكرمنا بهذا القيام. إي والله إنه لكرامة، عسى الله أن يجعلنا أهلا لها. هذا عطاء من الله مبارك ومنه، وأيضا الله جل شأنه يعطي من الدنيا، لكن عطاءه الأخروي، عطاءه للدين وما يقرب إليه من قربات، خير وأبقى. وعطاء الله للإنسان من أمور الدنيا ومتعها فهذا داخل في حد الابتلاء، وليس دليلاً على التكريم. الله يعطي المؤمن والكافر من الدنيا، وأما الدين التوفيق للهدى فلا يعطيه إلا من أحب. هذا أيضاً مما سمعناه من تلاوة الإمام من كلام ربنا، من قول الله جل شأنه: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. بيان كاشف من الله جل شأنه لهذه الحقيقة. القرآن يوقفك على حقائق الأشياء وقدرها وحجمها. إياك أيها المؤمن أن تغفل عن هذا، إياك أن تغرق في شهوات الدنيا فتنسى ما أنت مقدم عليه، فتنسى الله وما أعده لعباده المؤمنين وما أرصده لعباده المجرمين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم المؤمنون الذين أيقنوا بالوعد فهم لاقوه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، انظر النزول، وعدا حسنا من الله فهو لاقيه، يقين. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فقط، ما عنده إلا هذا المتاع بأي مستوى وأي قدر، مهما بلغ فإنه سوف ينتهي، ثم يوم القيامة يكون من المحضرين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، نسأل الله أن يجعلنا ممن أحب. هذه الحقيقة، الله جعل كل متاع الدنيا، قال شيء: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، المراد بشيء عموم يشمل كل شيء، لكن السياق يدل على أشياء الدنيا ومتاع الدنيا ونعيم الدنيا، وإلا فإن هذا القيام الذي قمناه شيء لكنه خارج عن هذا الشيء الذي حقره الله. بلغة الدنيا، بلغة وامتحان، ينجح فيها من ينجح ويفشل من يفشل، لكن إذا أعطاك الله التوفيق والهدى ووفقك للعمل الصالح مخلصا فافرح بهذا، فافرح بهذا واثبت عليه ولا تغتر ما دمت حيا، فأنت معرض للفتن، فأنت تدعو الله جل شأنه ليل نهار أن يثبتك على هذا الحق، أن يجعلك من الموقنين بوعد الله فتلقاه يوم القيامة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وعد ممن؟ من الله، هو الذي أعطى هذا الشيء من الدنيا. وما أوتيتم من شيء، من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. هذا تحضيض من الله أن تنتبه، أن لا تنسى نفسك، خذ من الدنيا ما أباحه الله واجعله بلغة. المؤمن تكون حتى متعه الدنيا الدنيوية المباحة
تكون له قربة إلى الله جل شأنه بالنية. فهو لا يريد متاع الدنيا للدنيا، حتى لو كانت نفسك تشتهي، نعم أباح الله لك ذلك، لكن انفذ بنيتك ورجائك إلى أن تجعل حتى هذه المتع ما تأكله وتشربه وتستمتع به مما أباحه الله اجعله معينا على طاعة الله، حتى إذا دعوت تقول يا رب ارزقني واجعله معينا على القرب لديك، يا رب أعطني، يا رب هب لي، يا رب أعطني من الدنيا ما يكفيني فتنتها وما يغنيني عن خلقك واجعله معينا على طاعتك يا رب العالمين. لا تنسى هذا، ليس المراد وليس الأمر والمعتبر أن تعطى من الدنيا، الكافر يعطى أيضا، وإنما الشأن أن تعطى من الدنيا ما يعينك على طاعة الله، فيكون أكلك وشربك واستمتاعك وذهابك ومجيئك بل وحياتك كلها تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم اجعلنا كذلك. أذكر نفسي وإياكم ونتحدث بنعمة الله علينا أن أقامنا بين يديه، نعمة من الله حرمها كثير من الناس. استشعروا هذا المعنى، وأنتم واقفون بين يدي الله، وأعظم الوقوف الوقوف الفريضة، ثم يكون بعد ذلك أن يرقيك الله سبحانه وتعالى ويجعلك من القائمين. فنتدرب على هذا ونتزود فنكون من عباد الله القائمين في كل الحين في كل العام في كل ليلة، ونشكو إلى الله حالنا. لكن يأتي رمضان فيذكرنا بهذه الحقيقة ويعيننا الله على ذلك، ونتدرب أكثر ونقترب أكثر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي يشد المئزار، يطوي الفراش، يحيي الليل، يوقظ أهله. العمل جد الآن سعت. فنسأل الله ألا يحرمنا، نسأل الله ألا يحرمنا. الله جل شأنه أيها الإخوة حينما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل كان عليه واجبا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه أو زد عليه قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني قيام الليل يعينه على تحمل ثقل هذه الرسالة وهذا الوحي الذي نزل عليه بالتكليف والبلاغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا عن تبليغ الرسالة لولا أن الله جعل له بلغة في ذلك، ومن ذلك أن يقوم بالقرآن، أن يقوم بالقرآن فيتقوى. وهكذا أيها المؤمنون خذوا من هذا بسبيل وبنصيب. قوموا الليل يعينكم الله على لأواء الدنيا ويعينكم على الفتن ويعصمكم بإذن الله، كما عصم النبي صلى الله عليه وسلم وكما أعانه وثبته وجبر قلبه ونصره. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.